الحكيم مباشرة من مطار هواري بومدين الدولي، ووصول منتخب جمهورية الصحراء الغربية هذا المنتخب العزيز إلى الجزائر تحسبا لمواجهة فريق مولودية الجزائر عميد الأندية الجزائرية وديا. هذا السبت المنتخب الصحراوي منتظر بعد يعني هو وصل إلى مطار هواري بومدين بعد أقل من دقيقة أو دقيقتين سيغادر من البوابة التي خلفي، لكن قبل ذلك خروج أيضا أحد اللاعبين حارس المرمى هو الناتي خلهن، هكذا هو النادي خلنا حارس المرمى الذي تنقل مع منتخب جمهورية الصحراء الغربية إلى هنا إلى الجزائر للعب هذه المباراة الودية. سنأخذ انطباعاته حول الوصول وأيضا هذه المواجهة في بلدهم الجزائر. يعني مرحبا بكم في بلدكم الجزائر. أول شكرا، شرفي عنا هون الحمد لله وفرحاني عنا هون في الجزائر وشكرا لكم. واش قلنا يعني الاستقبال وايضا المبادره المباراه الوديه هذه راح تجمعكم باحد الانديه العريقه في الجزائر، كيفاش راكم تشوفوا هذه المباراه وهذه العلاقه الحبيه الاخويه بين البلدين؟ يعني العلاقه الاخويه بين الجزائر والصحراويين واضحه، يعني الجزائريين عندهم مكان يعني خاص لكل الصحراويين في قلبهم، ومقابله مهمه جدا لنا هي ضد مولوديه الجزائر، فريق عميق يعني كبير ومعروف في كل العالم ومهمه لنا ونقضوها بجديه. أكيد يعني لطالما الشعب الجزائري والدولة الجزائرية يعني ساندت وساعدت جمهورية الصحراء الغربية في مسارها، واليوم يعني ستكونون يعني تلعبون ضد فريق، هل تتوقعون أن الجمهور الجزائري سيناصركم خاصة أن المنتخب سبق وأن نصر الجمهور الجزائري سبق وأن نصر منتخب فلسطين في مباراة ودية، يعني تتوقعون يعني أن يكون الجمهور الجزائري معكم في المباراة؟ أتوقع أن الجمهور الجزائري يعود معنا بعد شوية، يعود معنا يساعدنا بعد شوية، إحنا ما عندنا ياسم الصحراوي هون، كنا اظن عن الجزائريين ايضا اللي يساعدونا ولعبنا لعب زين انهم يقعدوا معنا. يعني ما رايكم يعني في 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 وقفه ومسانده الجزائر دوله وشعبا كأنتم بعيدا عن كره القدم، انتم كمواطنين صحراويين هذا الشعب يعني الذي يطالب بحريته يطالب بتحرره، يعني وقفه الجزائريين شعبا ودوله معكم انتم كصحراويين كمواطن، ماذا تشعر انت اليوم في بلد شهداء الجزائر؟ اشعر بكثير من الحب، يعني الجزائر معروفه بانها دائما يعني كانت تساعد الدول اللي يعني تحت الاستعمار، ومشرفين كثير وبنحبوا الجزائريين بهذه المساعده ومشرفين ان شاء الله. ان شاء الله. قلت لي كاين بزاف صحراويين في الجزائر، يعني تتمنى تلعب في الجزائر اليوم؟ ايه اتمنى ان نلعب في الجزائر، يعني الجزائر يعني دوله متينه والدوري الجزائري يعني معروف عنه عنده مستوى مولي متين و كل شيء يعني. يعني انتم تلعبون في انديه يعني في الخارج الان، انت واحد تلعب في نادي نادي الماني في برلين، هكذا يعني من القسم من الاقسام يعني القسم الثالث هكذا على ما قلت القسم، اي قسم اي قسم الدرجه الرابعه الدرجه الرابعه يعني. درجه الرابعه في برلين يعني في المانيا في في المانيا مع فريق برلين، يعني اليوم كيفاش تعيشوا يعني يومياتكم لما تعود؟ تتمنوا انكم في يوم يعني تستقبلوا في بلدكم في الصحراء الغربيه وتديروا مباراه رسميه، لماذا تكون امام مباراه الجزائر اول مباراه رسميه؟ يعني هذا مهم جدا لنا، لان يعني الجزائر يعني عندنا تعود عندنا احنا مولي دولتنا، عندنا نستقبلوا الفرق وعندنا نلعبوا في كاس افريقيا ان شاء الله، والان يعني احنا كله جايين من الخارج غير في المستقبل ان شاء الله نلعبوا في دولتنا ونلعبوا في العيون المحرره امام الجزائر امام الجزائر ان شاء الله. شكرا شكرا. تن حكيم مباشره.